اهلا بيكم في حلقه جديده من قالوا ايه علينا. تقرير النهارده من موقع افريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي اللي بيكشف تفاصيل مهمه جدا عن عبد الفتاح السيسي ودول الخليج، تحديدا المملكه العربيه السعوديه والامارات. اللي متابع الفتره الاخيره هيعرف انه في ضغوط كبيره جدا على النظام المصري من اسرائيل، من امريكا، من الاتحاد الاوروبي، وقيل انه من بعض الدول الخليجيه عشان يقبل موضوع التهجير بتاع الفلسطينيين في سيناء بل في مصر كلها. التقرير بتاع افريكا انتليجنس بيقول حاجه مختلفه شويه، بيقول ان السيسي تواصل مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مع الامارات والسعوديه وطلب منهم بشكل عاجل ان هم يدفعوا مساعدات جديده للاقتصاد المصري المنهار عشان يقدر يقف امام اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه في مخطط التهجير. تفاصيل بتقول ان السيسي تحديدا كده طلب من الامارات والسعوديه 5 مليار دولار في البنك المركزي لانه الديون الخارجيه وصلت 165 مليار وهو محتاج يدفع حوالي 6.5 مليار مع نهايه العام اللي هو في خلال شهرين. بنتكلم كمان الموضوع ان الودائع الخارجيه هي اصلا بتمثل نسبه كبيره جدا من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وبالتالي دول الخليج اللي موقفه الدعم المباشر من اول السنه هتتعامل ازاي مع القصه. بيقولوا ان السيسي في حالة مفاوضات مستمرة مع بن زايد وبن سلمان عشان يدعموا الاقتصاد المصري ويوقفوه على رجله في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. بيتكلم كمان التقرير إن اللي مزود الموضوع ده ومخلي السيسي رايح للسعودية والإمارات للمرة العشرة ولا المية إنه صندوق النقد الدولي واضح كده إنه مش هيدي السيسي قرض تاني لأنه كان بيحاول يدي قرض تاني، وآخر صندوق آخر السيسي مع صندوق النقد الدولي إنه هيصرف له الشريحة التانية. إحنا كلنا عارفين إن المراجعة الأولى والتانية متأجلين بتاعة القرض اللي خدناه السنة اللي فاتت بـ3 مليار. فهم بيقولوا إنه لأ، صندوق النقد الدولي مش هيدي للسيسي قرض تاني، آخره بس يعني يفرج له عن الشريحة التانية اللي هي تقريباً بـ700 مليون حاجة زي كده، واللي هي مش هتعمل أي حاجة في الاقتصاد المصري. التقرير كمان بيتكلم على جزء مهم قوي وهو جزء الصين، ويمكن ده اللي تقرير معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي بتاع مائير بن شبات اتكلم عنه في فكرة أن الصين دلوقتي بتستحوذ على أصول استراتيجية مصرية. الصين دلوقتي هي رابع أكبر مدين أو دائن للنظام المصري، أكتر حد مسلف النظام المصري. جزء كبير جدا من الديون المصرية هي ديون صينية، الصين دخلت في العاصمة الإدارية الجديدة، عملت استثمارات كبيرة جدا، مشروعات في أماكن مختلفة في مصر بحوالي 15 مليار، وبالتالي الصين أسقطت جزء من ديونها مقابل الحاجات اللي هي بتاخدها، فالصين بتحاول إنها تلاقي مكان لمصر. إلى أي مدى الصين تقدر إنها تحل محل المملكة العربية السعودية والإمارات؟ يعني ده سؤال بيطرحه التقرير. إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بده أصلا، لأنه فكرة أن الصين تسيطر على أصول سيادية مصرية ده هيضر بالمصالح الأمريكية في مصر وفي المنطقة. لكن السؤال الأهم هو هل محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية، محمد بن زايد والإمارات هيرجعوا تاني يدفعوا فلوس للسيسي عشان يوقفوه على رجله، يوقفوا الاقتصاد ويحلوا الأزمة، ولا هل السعودية والإمارات أصلا مشاركين في مخطط التهجير وعايزين السيسي يستقبل الفلسطينيين وساعتها ممكن يدفعوا له فلوس؟ ده سؤال مهم هتكشف عنه الأيام الجاية وهنعرف بالظبط إيه اللي بيحصل. لكن الموضوع غريب شوية، السيسي واضح إنه محتاس، واضح إنه رجع تاني يشحت من دول الخليج طمعان في الرز الخليجي لسبب أو لآخر، لكن محمد بن سلمان وبن زايد قالوا له من شهر يناير اللي فات ما بقاش فيه رز، خلاص قفلنا الحنفية. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وشير، سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات، واشوفكم في فيديو